الملكة رانيا مقطع فيديو ظهر فيه أفراد أسرتها الأسرة المالكة أثناء مراسم استقبالهم ضيوف حفل الزفاف. وعلقت الملكة رانيا بكل عفوية ضاحكة: اللي فاهم عليهم يحكي لي، لتنهال عليها التعليقات بأحلى عيلة. وكان من بين التعليقات الطريفة نظرة جلالة الملك بتقول: هو احنا مش هينفع نقعد نريح شوية وناكل كيك مع المعازيم؟ أما نظرة الأميرة سلمى كانت بتقول: حاضر يا ماما حاضر. أما عن الأمير هاشم كان بيقول لهم بس يطلعوا المعازيم، والأميرة إيمان كانت عايشة الأجواء لحالها. واجتمعت التعليقات كلها على إن ربنا يعينهم، والوقفة فعلا كتير ومتعبة، وتوقع الجمهور إنهم كانوا بيحكوا يلا متى يخلص العرس.